السلام عليكم، حياكم الله جميعا إلى هذه الحلقة الجديدة. اليوم راح نتكلم على شيء يعني أعتبر سر من أسرار العناية بالبشرة، يعني تحتوي على تركيز عالي وتمتصها البشرة وتستفيد منها أكثر شيء، أكثر من الكريم واللوشن والأشياء العديدة، ألا وهو السيرم. السيرم أنا أعتبره زي يسمى بالعربي المصل، لأنه أصلا مادة حجمها قليل ومركز جدا وتخترق أعماق البشرة فتحدث أثر، سواء بالنضارة، بشد البشرة، بالترطيب، بالتقشير. يعني أقوى شيء في منتجات العناية بالعادة يكون السيرم، لذلك حجمه صغير وسعره بالعادة يكون أغلى من الكريمات. اليوم راح أتكلم كيف نستفيد من هذه السيرمات، لأن يعني في أنواع من السيرمات للعناية بالبشرة، كيف ندمجها مع بعض حتى نحصل على استفادة قصوى. اكبر استفاده راح نحصل عليها اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو، راح اعلمكم كيف تجمع ما بين مثلا فيتامين سي والنسانومايد، النسانومايد مع البيبتايد، وهكذا يعني الهيلورونيك مع الريتينويل، وكيف نستفيد من هذه السيرامات وندمجها مع بعض. خاصه بعض الناس يكون عندهم في البيت عده سيرامات، وايش الاوقات المناسبه لاستخدامها وكيف نكررها في الاسبوع او في اليوم، مره مرتين، هل هي اسبوعيه ام يوميه. ان شاء الله كل هذا واكثر راح يكون خلال هذا الفيديو. بحاول بقدر استطاع اعطيكم معلومات مركزه تفيدكم، وانتم لا تبخلوا معي باللايك، والناس الجدد اشتركوا حتى تستفيدوا من هذا المحتوى. فكره دمج السيرامات هي موجوده في بعض الشركات الريدي، مثلا هذه شركه فيشي عندهم هذا السيرم مكتوب ليفت اكتف، يحتوي على نسانومايد 5% وحمض الجليكوليك، واحتوي على فيتامين سي وعلى بيبتايد، يعني في كومبينيشن تحت يعني اخصائي بشره وجلديه، وفي مختبرات عملوا هذه الخلطه. فلذلك يعني من هذه الفكره ممكن انكم تخلطوا بعض السيرمات مع بعض، ليس كلها يعني تخلط مع بعض، بعضها بالعكس اذا خلطتوا مع بعض خاصه لو كانت مقشره قد تهيج البشره، والبعض لا، اذا خلطتم واحد زائد واحد ما يعطيكم اثنين، يعطيكم ثلاثة، يسمى سينرجيزم، يعني مفعول مضاف أكثر وأكثر. لذلك راح أبدأ معكم الآن مع سيرم فيتامين سي. فيتامين سي معروف يحتوي على مادة اسمها السكوربيك أسيد، تعطي البشرة نضارة وإشراقة، مضاد للأكسدة، حفز إنتاج الكولاجين، ممتاز جدا للبشرة الباهتة اللي ما فيها يعني نضارة. ممكن ندمجه مع بعض أنواع السيرمات، على سبيل المثال لو دمج مع النسانمايد، هذا النوع من شركة أردنري، تقدروا تختاروا أي شركة، راح يقوي حاجز البشرة ويساعد في علاج الحبوب. سيرم فيتامين سي مع النسانمايد. أما لو دمجنا فيتامين سي مع البيبتايد، هذه من شركة اسمها كلينكس، ممكن أحطيكم صورها للتوضيح أكثر، راح تحفز إنتاج الكولاجين ويساعد في شد البشرة. أما لو استخدمنا سيرم فيتامين سي مع واقي الشمس، راح نحمي البشرة من الأكسدة والتلف والشوارد الحرة، لأنه مضاد الأكسدة قوي، بنفس الوقت راح تقلل حروق الشمس. وإذا دمجنا فيتامين سي مع الهيلورونيك راح يقلل التحسس، أو أيضا يعطي ترطيب وامتلاء الخطوط الرفيعة. الناس اللي تحسن فيتامين سي خيار جيد. أما لو دمجنا فيتامين سي مع الاسكنورين أو مادة الأزليك أسيد، راح يعطي تفتيح للبشرة ويوحد لون البشرة ويشيل حتى آثار الحبوب والبقع البنية. واخيرا لو دمجناه مع السلسلك اسيد، هذا الدمج غير صحي، لان هذا عباره عن حمض وهذا حمض، قد يسبب تهيج للبشره، بس ممكن استخدامه في اوقات مختلفه، راح يساعد في علاج حب الشباب، تنظيم افراز الدهون. الان نشوف سيرم فيتامين بي 3 اللي هو النسانمايد، مشهور واعتبر ترند هذه الفتره. هذا السيرم انتي انفلاماتوري، ضاد الالتهابات، في نفس الوقت يهدي البشره من الاحمرار، من التهيج، ويفتح لون البشره، يوحد اللون، وايضا ينظم افراز الدهون. لذلك من افضل انواع السيرمات، لو استخدمناه مع سيرم فيتامين سي راح يعطيكم نضاره ويفتح البشره. اما لو استخدمناه مع الريتينويل راح يشد البشره ويساعد في تفتيحها بشكل اكثر وبشكل واضح. اما لو استخدمنا سيرم النسانمايد مع البيبتايد راح نقلل التجاعيد ونشد البشره، لانه يحفز انتاج الكولاجين. اما لو استخدمنا النسانمايد مع واقي الشمس راح نقلل تلف الخلايا ونحافظ على البشره من استمرار الشمس. ولو استخدمت النسانمايد مع سلسلك اسيد راح تنظم افراز الدهون، تقل الحبوب اللي تكون في البشره، والمسامات الواسعه والرؤوس السوداء راح تخلصون منها، لان الاثنين عملهم متقارب مع بعض، فممتاز جدا لاصحاب البشره الدهنيه المعرضه للحبوب او حتى المختلطه.
ننتقل الآن إلى سيرم ريتانويل من مشتقات فيتامين ألف، من أكثر السيرمات اللي عليها دراسات أبحاث أن تعمل على شد البشرة، تحفز إنتاج الكولاجين وتقلل علامات تقدم في العمر سواء التسبوات أو حتى الخطوط الرفيعة. أيضا يساهم في علاج حب الشباب وفي تفتيح وتوحيد لون البشرة. إذا دمجناه مع بعض أنواع السيرمات راح نحصل على نتائج أقوى وأفضل. المهم نأخذ بالتراكيز الجيدة هذا الريتينويل، إذا دمجناه مع مثلا مادة النسنمايد راح نهدي البشرة ونقلل التسبغات ونساعد في توحيد لون البشرة. الاثنين مع بعض يعطي مفعول أقوى وأفضل. أما لو أخذناه مع البيبتايد، معروف هي بروتين اللي تشد وتكون الكولاجين، فذلك راح يحفز إنتاج الكولاجين وتقلل التجاعيد. أما لو استخدمناه مع حمض الجليكوليك أسيد والريتينويل تراكيز خفيفة وأتبعناهم بمرطب، راح نحصل على بشرة ناعمة ما فيها خطوط رفيعة، بنفس الوقت يعطي البشرة توحيد لون البشرة لأنه مقشر الحمض الجليكولي. وراح أتكلم الأوقات اللي راح نستخدم خلال الأسبوع. أما لو استخدمناه مع مادة الأزليك أسيد موجودة في الإسكونرين راح نعالج حب الشباب والآثار اللي تكون من الحبوب. الاثنين مع بعض يعتبر مفعول ممتاز جدا. ننتقل الآن إلى سيرم مشهور جدا ألا وهو سيرم الهيلورونيك. يمتص الماء 1000 مرة بمزج الجزيئي ويملأ الخطوط الرفيعة ويعطي ترطيب عميق جدا. يعني هو سيرم الهيلورونيك نفس تركيبة موجودة في البشرة بين المفاصل، مادة مرطبة ملينة. إذا استخدم مع أغلب أنواع السيرمات راح تتقبلوا هذا السيرم ومرحب فيه لأنه مفعوله كان مرطب ومهدئ للبشرة. فممكن استخدام فيتامين سي ثم نتبعه بالهيلورونيك أو الاثنين مع بعض، يعطي تفعيل نضارة وترطيب. إذا تحبون مثلا في الليل استخدموا على بشرة جافة الريتينويل ثم تتبعونه بالهيلورونيك راح يهدي البشرة وكأنكم استخدمتم مرطب. نفس الشيء لو في الأسبوع مرتين أو ثلاث راح تذكر لاحقا أوقات استخدام حمض الجليكوليك للتقشير وإزالة الجلد الميت. البشرة تكون ممكن متحسسة تحتاج هيلورونيك كمرطب. وأيضا حتى مع السالسليك أسيد بعد ما تخلص استخدم السالسليك أسيد ممكن استخدام الهيلورونيك، بس هذه الأحماض لازم تستخدم على بشرة جافة بينما الهيلورونيك يستخدم على بشرة رطبة. أو نبدأ أولا بالأحماض ثم نتبعهم بالهيلورونيك. إذا استخدم مع البيبتايد مرطب مع مرطب يا سلام، راح يحفز إنتاج الكولاجين ويشد البشرة ويقلل التجاعيد والخطوط الرفيعة. ممكن استخدامه مع النسنمايد يهدي البشرة ويساعد في ترطيب البشرة وتقوية حاجز البشرة. نرد على هذا السؤال، كيف نستخدم السيرم؟ في أي وقت يستخدم السيرم بين روتين العناية بالبشرة؟ نبدأ دائما بالغسول. الغسول هو الذي ينظف البشرة من الأوساخ، من الأتربة، من الزيوت. بعد ما ننظف البشرة وننشفها نستخدم التونر، خاصة في أنواع من التونر يكون مقشر راح أذكر تكراره كم في الأسبوع. في حالة ما فيش تونر، وفي أغلب الناس ما يستخدم التونر، غسول ثم السيرم مباشرة. يعني الغسول بعد، يعني أول شيء الغسول بعدين السيرم ثم نستخدم مرطب. وبعض الأحيان في النهار نستخدم واقي الشمس، يعني غسول سيرم مرطب واقي الشمس. هذا هو روتين العناية بالبشرة وموقع السيرم منها. الآن نرد على سؤال آخر، كيف نكرر استخدام السيرم؟ كم يستخدم؟ يعني هل في الأسبوع أو في اليوم؟ بعطيكم قاعدة، المقشرات بالعادة نستخدمها بالتدريج ويفضل 2 إلى 3 مرات في الأسبوع، ويفضل أيضا على بشرة جافة ويفضل تكون في الليل، سواء حمض السلسليك أسيد أو حمض الجليكوليك أسيد أو حتى الريتينويل. أما فيتامين سي يفضل في الصباح ثم يتبع بواقي الشمس. هيلورونيك ممكن في اليوم 2 ما في مشكلة لأنه مرطب. البيبتايد نفس الشيء ممكن استخدام 1 إلى 2. النسنمايد 1 إلى 2. هذه بالنسبة للأشياء وأوقات استخدامها. في سيرامات كثيرة في الصيدلية، وليس شرط أنكم تأخذوا هذه السيرامات كلها وتستخدموها في نفس الوقت ونفس الروتين. أنا أعطيتكم يعني فكرة بحيث الشخص مثلا لو كان عنده فيتامين سي مع هيلورونيك يستفيد كيف يدمجها. أما الكل خطأ استخدام مقشرات كثيرة على البشرة وكريمات أو سيرمات في نفس الوقت، قد البشرة تتحسس أو تتهيج. بالنسبة للسيرم تستخدمه حسب الغرض، يعني واحد هدف التفتيح يستخدم مثلا نسنمايد، ريتينويل، فيتامين سي. واحد ثاني هدفها الترطيب، شد البشرة،
استخدم الهيلورونيك البيبتايد وهكذا. واحدة بشرتها دهنية وفيها مسامات ورؤوس سوداء، تستخدم السلسليك أسيت والجليكوليك أسيت والريتينول حسب الهدف حسب الغرض، كميات بسيطة قليلة بالأوقات المحددة بالتراكيز المعينة بالخطوات المحددة، غسول سيرم مرطب واقي شمس وهكذا، راح تستفيدون وتأخذون الفائدة. ويعتمد على جودة الشركة، لأن في ناس يقول لك والله أخذ سيرم هايج لبشرتي، كل شركة رديئة. أنا راح أعطيكم شركات موجودة ومشهورة في الصيدلية، من أشهرها شركة لاروش بوزي منتجات ممتازة جدا، أو حتى شركة فيشي من الشركات المعروفة والممتازة، أيضا شركة أردنري سعرها في متناول الجميع حول 50-35 حاجة زي كذا، وفي كلينيك شركات عديدة أخرى. أنا من الناس الذي يفضل استخدام السيرم على الكريمات واللوشن والأشياء الأخرى حتى تعطي مفعول ممتاز سواء كترطيب أو أشياء أخرى. بهذا أكون تقريبا قد أعطيتكم معلومة عن دمج السيرمات مع بعض وكيف تستفيدون منهم استفادة قصوى. أتمنى أنكم استفدتم بهذه الفيديو وهذه المشاهدة. إذا كنتم جدد اشتركوا في القناة حتى تستفيدوا من هذا المحتوى، ودعمونا بلايك واكتبوا لي في الكومنت تجاربكم مع هذه السيرمات اللي استفاد منها من فيكم استخدم بعض السيرم تفيدوا بعض. نشوفكم فيديو قادم مفيد، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.